كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف بزاف بزاف. كما كتشوفوا شغل الجو كي داير كئيب. هالجو هذا كيساعد غير على تجلسي في قدام التلفازه في الفراش وبقيتي حاطيها الماكله الماكله وتزيدي في الوزن. المهم الهضره اللي قلت عاد دابا هي عندها علاقه مع الوصفه ديال اليوم. الوصفه ديال اليوم جبت لكم واحد الوصفه واعره بزاف فعاله بالنسبه للبنات اللي عندهم الوزن زايد بغاو ينقصوا الوزن ديالهم. هذه الوصفه هذه هاد المكونات هادو عندنا بعض المكونات غنخرج لكم منهم جوج ديال الوصفات اليوم اللي زوينين بزاف وعن تجربه ماشي انا اللي مجرباهم راجلي مجربهم عنده الكرش وملي جرب هذه الوصفه هذه الكرش نقصت ليه بواحد النسبه كبيره بزاف. وكما كتعرفوا البنات التركيز ديال الدهون كيكون الاكثريه عند اكثريه ديال الناس كيكون في المنطقه ديال الكرش. ولا بغينا نقصوا هاد الدهون اللي في الكرش خص الجسم ديالنا كله ينقص باش حيت الجسم ديالنا كيحرق الدهون في الجسم كامل واخر منطقه اللي كيحرق منها الدهون هي الكرش. ولكن حنايا غادي جبت لكم هذه الوصفه ديال اليوم اللي تبعها وداومها ان شاء الله غادي يحرق كيحرق الدهون. هذه الوصفه هذه كتحرق الدهون في المنطقه ديال الكرش خصيصا ان شاء الله وغتلقاو عليها ولكن خاص المداومه البنات. هذه الوصفه هذه زوينه بزاف وعلى شكل عصير ماشي ماكله ولا شي حاجه. هاد المكونات هادو اللي غنوريكم عاد دابا غنطحنوهم وغنشربوهم على شكل عصير سهله بزاف خصكم غير داوموها. ويلا دابا نوريكم مكونات ديال الوصفه ديال اليوم. اول مكون عندنا الخيار. الخيار كما كنعرفوا البنات الخيار فيه نسبه كبيره ديال الماء وفيه الالياف وزوين بزاف للجسم ديالنا. عندنا المكون الثاني هو الحامض. الحامض اللي فيه فيتامين سي وكيحرق الدهون وكيحيد لينا السموم من الجسم ديالنا. في فوائد بزاف 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 اللي ما تقدروش تصوروا منهم انهم كي الناس اللي عندهم القبض اللي عندهم المشكل ديال القبض الا بقاو كيشربوا العصير ديال الحامض كيوليو ما كيبقاوش يعانيوا من هذا المشكل هذا ديال القبض. كيحرق لينا كما قلت لكم كيحرق لينا الدهون كيحارب لينا السموم كيزوي الشرايين ديال القلب. المهم الا جيت نقول لكم الفوائد ديال الحامض ما غاديش نسالي. المهم الحاجه اللي مهمه عندنا اليوم هي انه كيحرق الدهون. عندنا ثالث مكون هو الكرافس. الكرافس عندنا حتى هو كيحرق لينا الدهون كيحارب لينا الكوليسترول في الدم كيجري الدوره الدمويه اللي حتى هو زوين بزاف. وهاد المكونات هادو اللي كنقول لكم حاجه كتكمل حاجه وحاجه وعندهم واحد الرابط مشترك بيناتهم كاملين كيحرقوا لينا الدهون. عندنا هذا سكنجبير. الناس كنجبير اللي هذا كما كتشوفوه فخي ماشي داك ماشي هذاك لابودغ كما كتشوفوا خصنا هذا بالضبط. زوين بزاف حتى هو كيحرق لنا الدهون حتى هو كيجري لنا الدوره الدمويه. زوين بزاف حتى هو للشرايين ديال القلب والعامل المشترك اللي قلت لكم هو انه كيحرق لنا الدهون. هادشي اللي بغينا. دابا هاد المكونات هادو غادي نشدهم غادي نقطعهم غادي نطحنهم وغنزيدو عليهم شويه ديال الماء وخليكم معايا من وجد العصير غادي نرجع معاكم. واحد النقطه بغيت نشير ليها البنات ان سكنجبير ما خصناش نديرو بزاف خصنا نديرو واحد الكميه قليله بحال هكا ولا قل من هكا كاع. غنشدو هذه الكميه هذه ديال بلاتي نوريكم كيما شفتو غندير هاد شويه ديال سكنجبير. الحامضه نقيتها نقيت ليها القشور ديالها غادي نديرها كامله. غادي شديت خياره على هاد الحجم هذا حتى هي غادي نقطعها على جوج. والكرافس هانتوما كما كتشوفوا هاد القبطه هادي شديت هاد العريش هذا وقطعته ها هو غادي نديرو هنايا. ودابا البنات ها هو العصير ديالنا ها هو زيت كما كتشوفوا انا صفيت وريحه طالعه منه واعره بزاف. والنصيحه اللي غادي ننصحكم هي انكم اون فوا تعصروه تشربوه ديك الساعه باش هذوك الفوائد كيكونوا باقيين في العصير. المهم دابا كما كتشوفوا هذه هي الوصفه الاولى وخليكم غادي نوريكم دابا الوصفه الثانيه من واحد جوج المكونات من هذوك اربعه المكونات اللي وريتكم قبيله.
ودابا البنات غنوريكم دابا الوصفه الثانيه. غنحتاجوا فيها غير جوج ديال المكونات كما كتشوفوا، جوج ديال لي ترونس ديال الحامض، وواحد شويه ديال سكنجبير. غادي نديرهم في الماء السخون، انا غادي نوريكم. ها هو البنات كما كتشوفوا، ها هو الماء سخن، خليته حتى سخن. غندير فيه هاد جوج ترونسيات ديال الحامض بقشورهم، وهاد سكنجبير غنخليهم حتى يغلاو واحد 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نصفي هذاك الماء وغادي نديرو في الكاس، وغادي نوريكم التتمه ديال العصير ديالنا ولا الوصفه ديالنا ولا كما بغيتو تسميوه. ودابا من بعد ما تغلى هذاك الماء، طلق فيه هذاك الحامض وهذاك سكنجبير. ها هو شديت هذاك الماء صفيته، كما كتشوفوا راه مازال سخون. كيجي شويه البذاق ديالو ما زوينش، وبالنسبه للناس اللي يقدروا يشربوه بحال هكا من الاحسن خليه غير يدفى شي شويه ويشربوه يوميا على الريق، راه كي يعطي واحد النتيجه فعاله بزاف بزاف بزاف. والناس اللي ما يقدوش يشربوه بحال هكا يقدروا يحليوه بشويه ديال العسل كما كتشوفوا. العسل كنحطوها البنات، هانتوما شوفوا العسل اللي عندي انا باقا بالشهد ديالها. صافي غادي نشد واحد جوج ديال المعلقات، ولا معاكم على حسب كل واحد، كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف، كاين اللي كيبغي غير شويه. المهم كتشوف كما كتشوفوا العسل، غادي نحلي بها هذاك الماء ديالنا وغنخليه تيدفى، ومن بعد غادي نشربو. صافي هكا كيكون الفيديو ديالي سالا. كنتمنى هاد جوج وصفات اللي وريتكم يعجبوكم، وان شاء الله ان شاء الله تلقاو عليهم نتائج زوينه بزاف اللي غادي ترضيكم. انا متاكده حيت عن تجربه، زعما ماشي كنجيب من راسي ونحط. راجلي نقصت الكرش ديالو بنسبه كبيره بزاف، بقى عنده شي شويه حيت هو مكاز ما كيداومش ديما. مي النتيجه ديال هاد الوصفات هادو غزاله بزاف وكتبان بسرعه، عندكم سيمانه الا داومتوها غتبقى تبان لكم النتيجه. المهم ورمضان جاي كما عارفين، رمضان راه اكثريه الناس كيضعفوا فيه. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، الى عجبكم خليو لي اللايكات وتهلاو لي فراسكم. نتلاقاو فيديو جايه، بسلام عليكم. Tell me that you love me, even if it's